مشاهدينا اهلا بحضراتكم. ممنوع ارتداء الشورت والملابس الشفافه ويحذر تشغيل الاغاني داخل الحرم الجامعي، والتدخين ممنوع في المدرجات والمحاضرات. تعليمات عاجله اعلنتها معظم الجامعات المصريه تزامنا مع بدايه العام الدراسي الجديد، وتم نشر قائمه من المحظورات والتي على الطلاب تجنبها داخل الحرم الجامعي حتى لا يتعرضوا للمساءله القانونيه. فما هي هذه التعليمات وما الذي تم منع الطلاب منه داخل الحرم الجامعي؟ دعونا نوضح لكم ذلك من خلال هذه التغطيه. أعلنت معظم الجامعات المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعليمات عاجلة للطلاب بشأن بداية العام الدراسي الجديد بالتزامن مع بداية العام الجديد بعدم دخول الطلاب الذين يقومون بسلوك مخالف للأعراف الجامعية. وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم اتخاذ الكثير من الإجراءات القانونية نحو كل الطلاب المخالفين. أما بالنسبة لقائمة المحظورات التي تم الإعلان عنها فهي أنه يمنع دخول الطلاب إلى الحرم الجامعي بالملابس الممزقة، كما أنه ممنوع ارتداء الملابس الشفافة في الجامعة، كما أيضا يمنع ارتداء الفساتين السواري والقصيرة والشفافة، ممنوع ارتداء الشرطات أو البرمودة أو الجلباب، كما يحظر استعمال الأسلحة والمواد المخدرة والشماريخ والألعاب النارية بجميع أنواعها، ويمنع أيضا حمل المشروبات الكحولية ودخول السيارات الغير مرخصة، وكذلك ارتداء الملابس التنكرية، ويحظر تشغيل الأغاني داخل الحرم الجامعي، وأخيرا فالتدخين بجميع أشكاله ممنوع في المحاضرات والمدرجات. وتم نشر هذه القائمة عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، والتي ستبدأ غدا السبت 28 سبتمبر بالجامعات والمعاهد، حيث يستعد 3.7 مليون طالب وطالبة بمختلف الجامعات والمعاهد لبدء الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد. أيضا أوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن منظومة التعليم العالي بتتميز بالتنوع الكبير في مؤسساتها التعليمية، حيث تضم 27 جامعة حكومية و35 جامعة خاصة و20 جامعة أهلية و10 جامعات تكنولوجية و9 أفرع للجامعات الدولية و181 معهد، بالإضافة إلى 10 جامعات باتفاقيات دولية إطارية وقوانين خاصة وأكاديمية. وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة بجميع الجامعات والمعاهد لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، كما وجه الوزير بسرعة إعلان الجداول الدراسية أيضا قبل بدء العام الدراسي الجديد لضمان انتظام الدراسة بكافة الكليات والمعاهد. ووجه الوزير أيضا بضرورة تنفيذ الجامعات والمعاهد خطط الأنشطة الطلابية المختلفة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية ودعم الطلاب أصحاب المواهب، مشيرا إلى أن الأنشطة الطلابية بتعد من أهم أسس المنظومة التعليمية التي تستهدف تقوية ودعم روح الفريق. من ناحية أخرى، كان قد حدد المجلس الأعلى للمجلس للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2024-2025، إذ ينطلق السبت 28 سبتمبر وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوع تنتهي الخميس 2 يناير، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول السبت 4 يناير وتنتهي الخميس 23 يناير، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارا من السبت 25 يناير وتنتهي الخميس 6 فبراير، فيما يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من السبت 8 فبراير وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوع وتنتهي الخميس 29 مايو، وتجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو، وذلك وفقا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية. مشاهدينا، كانت هذه هي أهم التطورات التي تم الإعلان عنها فيما يخص بدء الدراسة في المعاهد والجامعات، عام دراسي جديد مليء بالنجاح لكل الطلاب والطالبات. انتهت تغطيتنا، شكرا لكم، كنت معكم ندى باهي، إلى اللقاء الجديد.